تحية لكم أنتم سي بسام، شكرا للمجتمع المدني اللي مازال موجود، اللي مازال يراقب الشأن العام، واللي موجود واللي عليه هات نقول أمل كبير، أمل في أنه يكون موجود ويقعد موجود ويمشي ويقوى ويمشي ويكون عتيد جوستومون باش ينجم يعاوننا على اللي جاي، نفهموا مع بعضنا ونفسروا للتوانسه لي زونجو. ايفيدامون السياسيين كل واحد يفسر على طريقته، واحنا دورنا أنه نعطيو مفاتيح لفهم الوضعيات، ومن بعد كل واحد جوستومون شو يعمل، يطبخ رأي انتخابي، يطبخ ان فوت. هذا هو يمكن في الاخر بالكل اللي حاجتنا به. سي بسام، شنو رايك اليوم، نبدا بسؤال فلسفي، شنو رايك اليوم في قدره التونسي على انه يطبخ راي انتخابي نزيه وبعيد عن الضغط؟ شنو رايك في اراده الناخب اليوم في تونس؟ بالضبط تقريبا سؤال فلسفي لكن في نفس الوقت سؤال واقعي، وربما التجربة الأخيرة متاع الانتخابات التشريعية ونسبة التصويت الضعيفة والضعيفة جدا تقريبا الغير مسبوقة جاءت في ظرفية معينة في مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي معين، جاءت في ظرفية كانت فيها عدة تغييرات على مستوى القانون الانتخابي ونظام الحكم من خلال التغييرات اللي جاءت في الدستور واللي للأسف لم يتم تنزيلها. شنو نقصد لم يتم تنزيلها؟ معناتها المواطن التونسي ما كانش فاهم كل هذه المستجدات، التغييرات، المعنى والهدف من تلك التغييرات. كانت حملات انتخابية تقريبا ضعيفة وضعيفة جدا بخلاف بعض من المترشحين اللي كانوا في أفضلية مقارنة بآخرين، لكن عموما كانت حملة انتخابية باهتة ما أوصلتش البرامج الانتخابية للمواطنين، اللي خلانا وقت نشوفوا مشهد يعني ما كناش نتمناوه لمسار ديمقراطي اللي نتمناه، وإحنا نكون إن شاء الله مازلنا في مسار ديمقراطي ما كناش نتمناه أن يكون المشهد ذات مرينا. لكن سي بسام إذا كان نتبع الريزولمون تاع سيادتك، إحنا مازلنا غادي، الأزمة ما بين الجهات موجودة، الأزمة حول الحكم الأزمة حول الخيارات والتداول موجودة، الأزمة السياسية موجودة وبحدة، ولذا المناخات تقريبا ما تبدلتش. تقريبا نجم نقول لك حتى استفحلت في بعض النواحي. اليوم نعرف معاناة التونسي في عديد المجالات المعيشية، نعرفوا الغلاء الكبير متاع الأسعار، وهذه بطبيعة عنده بعد اجتماعي أثر حتى على إرادة الناخب وذهابه للصندوق من عدمه، يأثر حتى على مزاجه العام والمزاج العام للتونسة باش يمشيه ولا ما يمشيوش. ربما زاد نزيد حاجة أخرى، أنه جات تغييرات أخرى جديدة، لأنه هالانتخابات المحلية المزمع عقدها هي انتخابات أولى، القانون اللي نظمها هو كيف كيف جديد، هناك عديد الأشياء اللي ما زالت غير معلومة كيفية تطبيقها، اللي ما نعرفوش هالمجالس المحلية إشنية صلاحياتها بالضبط، ما علاقة المجالس المحلية المستقبلية والمجالس الجهوية بالعمل البلدي والمجالس البلدية؟ هل اليوم احنا تخلينا على تجربة الحكم اللامركزي ولا السلطة اللامركزية من خلال البلديات ومش نعوضوها بهالطريقة الجديدة متاع المجالس المحلية؟ هل المجالس المحلية ما زلنا ما نعرفوش كيف كيف المقرات متاعها؟ هل سترصد لها ميزانيات؟ هل ستكون هناك منح للنواب الفائزين في هذه الانتخابات؟ كل هذا تقريبا ما زلنا ما نعرفوش. إلى جانب التفرغ زاد والتفرغ أكيد عدة مواضيع أخرى، فكل هذه الأشياء تخلي أنه حتى المترشح باش يكون في صعوبة من تحديد أمره، نترشح ما نترشحش على أي أساس باش نترشح. فكل هذه الأمور للتوضيح للأسف، ونقول مرة أخرى للأسف، أنه كما شفنا قبل الانتخابات التشريعية ما كانش ثم جهد واضح لإبلاغ المواطنين، لتقديم المعلومة السلسة والسهلة وأعطائهم ما هي مصلحيتهم وما هي مصلحتهم في هذه الانتخابات. اليوم نشوف في الأمور قاعدة تتقدم من ناحية تقنية، لكن من ناحية
نجم نقولوا فلسفيه ومعنى الانتخابات وضروره الانتخابات ولماذا ننتخب. هذا كل ثم عمل تقريبا غائب، واليوم سهله برشا نهبطوا حتى معناتها في الشارع التونسي، لو كان نسأل المواطنين التونس على المجلس الاقليم والجهات، على صلاحيات النواب اللي مش ترشحوا، على البرامج اللي ممكن يقدموها، مش نلقاو الناس الكل معناتها نسبه كبيره ماهيش فاهمه وماهيش عارفه شنو هو هذا المستجد الجديد. سي بسام، عندي سؤال محيرني الحقيقة شوية، نحب نعرف التجارب المقارنة كيفاش وقراءتكم انتم في المجتمع المدني كيفاش. تو إذا كان البرلمان بدأ يخدم سيء، وإذا كان في الأثناء عندنا مجلس أقاليم يخلط عليه يقول سي منصري أنه ستناخذ دو تون تاع 6 أشهر، يقول إذا كان صارت مثلا في ديسمبر راه يبدأ يخدم في جوان، وفي الأثناء عندنا انتخابات رئاسية من المفروض تصير في خريف 24، كيفاش تقابل بعض المؤسسات؟ أي كيفاش تقابل بعضها هالمؤسسات؟ معناها يا أخي مش من المفروض الناس الكل تدخل فرد وقت وتخرج فرد وقت؟ مش من المفروض معناها ما بعضهم يدخلوا على مشروع، نحكي مشروع كامل على امتداد خماسية، ومن بعد يصير التداول. إيه من بعد كيفاش بشي يتم هل مدام قجرات هي معناها سيانتيغواغ وفان كونت، كيفاش هذا يقابل بعضه ولا ما يقابلش بعضه؟ شوف في التجارب مقارنة في العالم ثم عديد البلدان تعتمد التوازي بين الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس نواب الشعب. صحيح. احنا اليوم في تجربة جديدة فيها زوز غرف في مجلس نواب الشعب، وكان ربما من الأسلم ما نجيبش نقول يتموا في نفس الوقت على خاطر ما كانش تم المنظومة القانونية لتنظم الانتخابات المحلية، وكان ثم تأخير ديجا في الانتخابات التشريعية، كنا نستناه مدة طويلة باش صارت الانتخابات التشريعية، لكن كان مفترض تقريب الانتخابات وربما حتى إجراءها بصفة متزامنة. يبقى السؤال مطروح ربما اللي نطرحه أنا واللي ما زلنا حتى كمجتمع مدني نبحثه في الإجابات عليه، انه اليوم عندنا منظومه حكم تقريبا جديده، سلطه تشريعيه، ما عادش نحكي على سلطه تشريعيه، نتحطوا على وظيفه تشريعيه بزوز غرف نيابيه، لكن مازال عندنا سؤال ديما نطرحوا فيه، شنو هي مصلحه تونس؟ كيفاش نفهم مصلحة نظام الحكم في تونس من خلال هذا التقديم الجديد؟ للأسف اليوم ثم قصور كبير ياسر في على مستوى المشرع، في إبلاغ المواطنين، في إبلاغنا كمجتمع مدني، في إبلاغ الخبراء، في إبلاغ الناس الكل بلماذا نفعل هذا وما هو الهدف من هذا وشنو مصلحة تونس من كل هذا. فتبقى هذه الأسئلة بدون إجابات للأسف. مرة أخرى نقول كان مفترض يكون ثم عمل تشاور، يكون ثم ديبا حوار بين المشرع وبين المواطنين وبين المجتمع المدني باش نشوفوا ما هي الحلول الأسلم لتونس. هنا نشوفوا معناتها السلطة كما تحدثت مجلس نواب الشعب قاعد يشتغل تقريبا بنصف صلاحيات في انتظار انضمام أو تركيز مجلس الأقاليم والجهات، واللي يشترك معاه في صلاحيات هامة جدا نتحدث على كل ما هو مالي واقتصادي وتنموي. هذوما المصادقة على هذه القوانين تستدعي وجود المجلسين، فإلى متى فترة طويلة ياسر حتى يتم تركيز مجلس الأقاليم والجهات؟ واللي نعرفه احنا انه اساسا اليوم ربما التونسي من السياسة فد، ربما من الأحزاب فد، ربما من السلطة التشريعية فد، لكن الهاجز نتاعه هو اقتصادي واجتماعي ما نجمش يفد منه لانه عايش كل يوم ومعناتها لكن ما قامش بالربط لكن ما قامش بالربط سي بسام. معناها دايوغ يمكن ياسر هذايا في 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 سيرورة 25 جويليا وهذايا اللي خلى اللي صار في تونس صار. بالنسبة للتونسي ما شافش بالضبط شنو العلاقة العضوية ما بين تصويته وما بين السياسات العمومية. يقول لك أنا كنت نصوت ناس مشاريع مختلفة حتى اجتماعية وسياسية، بعد بجمعة نلقاهم يحكموا مع بعضهم، دونك فورسيمون فما اون غران ديسيبسيون الحقيقة عند الناخب التونسي بطبيعة الحال. بطبيعة الحال هذا في مشكل كبير. بربي في علاقة بالرئاسية سي معتر، توا الرئاسية كي باش يترشحوا الناس في العام الجاي باش يترشحوا على أساس دستور 22 ولا دستور 19 ولا دستور 14 على دستور؟ شوف هما باش يترشحوا على حساب القانون الانتخابي لسنة 2014 والعهدة. العهدة تبع شنو؟ الدستور الجديد لم يغير فيه
شيئا وما تم حتى قرار أو أمر غير في القانون الانتخابي ل 2014 فيما يخص الانتخابات الرئاسية. فالمفروض اليوم أنه الانتخابات الرئاسية هي موعد دوري والموعد متاعه محدد باش يكون في 2024 في فترة زمنية بين سبتمبر أكتوبر على أقصى حد شهر نوفمبر وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريبا 6 أو 8 أشهر قبل هذا الموعد الاستعداد والإعداد لهذه الانتخابات. هي مسيبة سامة اللي طلع في 2019 واللي هو السيد قيس سعيد طلع بصلاحيات معينة على دستور معين، من بعد بدل الدستور عندنا دستور جديد صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية. أي اليوم الناس كي باش تقدم رأي وهو توا كي باش يتنافس على الانتخابات الرئاسية 19-24 باش يتنافس عليه وهو خارج من دستور 14. دونك مانيش فاهم شنو قانون اللعبة اون فان كونت. نحكي بارابور للصلاحيات، دونك فورسيمون صلاحيات هي صلاحيات دستور 22 بالضبط. الصلاحيات هي صلاحيات دستور 2022، معناتها مش يترشح في 2024 مش يعرف روحه انه تقريبا في منظومه حكم رئاسيه رئيس الجمهوريه هو المحور نتاعها. تقريبا هو اغلب السلطات عنده تكوين الحكومه وما الى ذلك من الاشياء. شوف سيليس، التغييرات اللي جت في 2022 خلال 25 جويلية 2021 التغييرات عميقة، وكان ثم خلاف وكان ثم جدل حول قانونية أو دستورية تلك المحاور كل. اليوم الأمر الواقع يفترض واقعا جديدا تقريبا، معناتها أغلب نشوفوا حتى الأحزاب ثم هون كبير ثم ضعف كبير، ما عادش نسمعوا أصوات تندد أو تشكك أو تحكي على هذا الكل. تقريبا الأمر الواقع فرض على المجتمع التونسي أمر جديد. عندنا قانون انتخابي إلى حد الآن لم يغير بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فهو يبقى فاعلا في كل ما هو عملية تقنية للترشح. يبقى الصلاحيات كما تفضلت سيادتك هي صلاحيات الدستور الجديد. واللي مش يترشح للانتخابات هذه يلزم يعرف على شنو قادر. أي ملا وقتها اسمه ملا عهدة الأولى هذه بالنسبة للسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، وإلا عهدته الثانية باش تكون كيفاش الحسبة باش تصير؟ هذه باش تبقى أمر سياسي مش نشوفه احنا في قادم الأيام ما سيكون من قرارات لرئاسة الجمهورية، لأنه تقريبا اليوم فقط رئيس الجمهورية هي اللي قاعد تقرر في الأمور هذه. فمش نعرفه هل سيتم احترام الدورية اللي صارت واحترام أنه القسم اللي صار في 2019 هو قسم على احترام الدستور، وأنه معناتها رئيس الجمهورية في اعتباره أنه صارت أمور طارئة خلته يتخذ إجراءات استثنائية، لكن ما نظنوش أن الإجراءات الاستثنائية هذه تنطبق على دورية الانتخابات الرئاسية. على خاطر يتم احترام هذه الدورية وفي 2024 تعتبر يعني دورة أولى انتهت ومن حقه في دورة ثانية للترشح لدورة ثانية. لا متفهمين، هو سواء ب 19 وإلا بحساب انتخابات 19 ولا بحساب انتخابات 24 عنده الحق في عهدتين، لكن هل أنه باش نسميه العهدة هذه يا سيدي السيد رئيس الجمهورية نجح وهو ما زال رئيس، أي تتحسن عهدته الثانية ولا عهدته الأولى بدستور 22؟ الممارسات الفضلة تعتبر أنه هذه الدورة هي دورة أولى ومن حقه في دورة ثانية، معناتها هذه ما تتفسخش، هي دورة وقام بالحكم فيها وقام بعديد التغييرات فيها وأخذ الحكم ومن حقه في دورة ثانية. مش معناتها مفترض ما نفسخوش الأرضويزة ونعودوا من جديد. هكا ولا هكا، حتى كان نفسخوا باش نلقاو عامين خارج الحساب، معناها خارج الخزمة. هكا ولا هكا هذا مطروح. الآن سؤال أخير، محكمة دستورية سي بسام، مش من المفروض يرافق هذا الكل من نصوص من تشريع من تغييرات كبرى من هندسة جديدة، محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين بعلاقة بدستور 22؟ أكيد. شوف احنا كنا نتفكروا في 2021 وما قبل 2021 اللوم من 2000 ما تحدثنا عنه من تأخير كبير وحملنا المسؤوليات لمجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت للتأخير والتسبب في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية. اليوم تركيز المحكمة الدستورية غير مرتبط
بأطراف متعددة، هو مرتبط بطرف وحيد وهو تفعيله من طرف السيد رئيس الجمهورية، لأن التركيبة ليست التركيبة السابقة. اليوم تقريبا معلومين شكون مش يكونوا السادة القضاة اللي يعني بالصفة مش يكونوا موجودين. وكيقول رئيس الجمهورية نكمل الهندسة الكل ومن بعد نعم محكمة دستورية تقريبا، ياتك صح، خاطر هو هي مرتبطه بربما قاعد نحلل معناتها نفسر تفسير شخصي، لانه ما فماش حديث ما فماش تفسير للشيء هذا بصفه رسميه، لكن نقول تاخير اللي صاير على مستوى الحركه القضائيه وربما هو المعطل الى حد الان لتركيز محكمه دستوريه جديده، لانه الحركه القضائيه ليها بطبيعه تبعات على من سيكونوا في المواقع في هذا الزمن اللي هم مش يصعدوا للمحكمة الدستورية. شكرا لك سي بسام، اللي فهمت وين هو أنه الأسئلة بالعشرات نحاول نجاوب عليها بشوية بشوية باش نخلطوا إلى هذا هو أبارامون سي بسام، باش نحاولوا نخلطوا بشوية بشوية إلى أن سامبلون دو فيريتي، نشكلوا لدينا فكرة حول الآليات، حول القوانين، حول العهدة أولى ثانية ثالثة. هذا يعني اللي فما إذا كان نمشيو بالحساب هذا ينجم يكون دخل سيد رئيس الجمهورية للحكم نهار دخل في 19 نزيدوها 5 و5 و5 دونك 15 سنة، وإلا باش نقولوا هو حكم 5 سنين من 19 ل 24 باش يزيد عهدة أخرى إذا كان نجح في الانتخابات الرئاسية. هذا زاد الكل ومطروح ومطروح بقوة باش يتعرف لديه لدى الرأي العام ولدى الرأي العالمي وزاد كذلك لدى منافسيه في الانتخابات الجاية. هذا الكل مطروح مطروح وهو كذلك بالضبط، هذا هو كله مطروح، واحنا نرجو الحق معناتها من اليوم السلطة سلطة رئاسة الجمهورية وكذلك مجلس نواب الشعب إعطائنا أكثر معلومات توضيح كل هذه الأمور. ما فيها باس مجلس نواب الشعب يتعاطى هو نفسه يعمل معناتها جلسات في نقاش كل هذه الأمور، راهي معناتها تلك معناتها تعطي حتى رؤية أكثر. ماذا بنا هيئة العليا المستقلة للانتخابات كيف تمشينا في ندوات صحفية كبرى لتفسير وإعطائنا أكثر معلومات من القوش في المجال التقني الصرف مش نعمل تحيين وتقسيم، هذه كلها أمور تقنية معروفة ومعلومة نحب ما أبعد من ذلك. ماذا بنا على خطة وطنية إذا لقينا الناس كل أنه ثم مصلحة في هذا كل وثم هدف واضح أنه نتكاتفوا إذا نزم باش ننشحوا العملية هذه أو نشوفوا إذا ثم لازم ثم تغييرات او تحيينات قبل المرور لهذه الامور. ما فيها باس، مش ما فيها باس، من المؤكد ومن الجدير ومن اللازم فتح هذا الحوار وتشريك جميع الاطراف بما فيه بكل مسؤوليه ولما فيه مصلحه البلاد ومستقبل البلاد. شكرا لك سي بسام ماتر، بارك الله فيك.